عدد الياسمين في أوروبا قليل، نسمع فيه يعني قاعد قارن، بس في كثير في أوروبا خاصة في فرنسا وغيره اللي قاعد يسمون، تقول كأنه قليل قليل يعني ما في. إذا بتقارنهم إذا بتقارنهم مع أمريكا الجنوبية، بتقارنهم مثلا بشرق آسيا أقل. هو يعني للأسف إعلاميا التسليط الإعلامي على الأوروبي، لما نسمع إحنا مثلا أمريكي أسلم تلقى الفيديو ينشرون على الكل، زين بس فلبيني أسلم للأسف. ترى هذا مسلم عند الله سبحانه وتعالى، مسلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لكن بشكل عام التسليط الإعلامي يكون على الأوروبي للأسف، يعني للأسف. في أوروبا تقصد يعني يسلمون؟ لا مو نفسهم.